كبدة العيد جاهزة معنا، نضيف الأخير بقدونس، وعندنا هنا الحميس العراقي جاهز، وعندنا هنا القلق جاهز. يا صباح الخير وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسوي الحين فطور العيد صاج الكبدة والمقلقل من السيف للتوكيلات التجارية. بسوي بهذا الصاج الكبدة، وبسوي بالصاج الثاني حميس عراقي، بسوي بقدر الضغط المقلقل. لا نبدأ نسوي المقلقل. كيف زيت هنا البصل شوي في البارد، كيف اللحم، اللحم بدون عظم، أحب أقدم المقلقل بدون عظم. بسم الله، أضيف البهار المشكل والملح، بريكا، شوي كمون، فلفل أسود. حط المكونات مع بعض، الحين بسكر القدر وبخليه يطبخ بدون إضافة ماء. جهز الحميس العراقي، نضيف أول شيء شوي زيت، شحم لية الخروف. بعد ما خلينا الحين اللية تطلع الدهن، نضيف اللحم. تقطيع اللحم يكون صغير مرة، قلبه على حرارة عالية. حمسنا اللحم مرة زين لين شقق، الحين بنضيف البصل وبهدي النار وبسكر الغطاء وبخليه يطبخ كذا 10-15 دقيقة. جهز الكبدة، نضيف شوي زيت، كبدة على حرارة عالية. بسم الله، بشيل الكبدة مع القلوب والكلاوي وبكشن البصل. البصل فلفل البارد في الحار، نضيف البهارات والملح، نعيد الكبدة، حميس العراقي جاهز معنا. شوفوا اللون بس، صح يبغى وقت بس ترى الطعم يستاهل. ملح وفلفل أسود. بالأخير بضيف الطماطم، رشة بقدونس، الحين بقلبه وخلاص يصير جاهز. بسم الله، وهذا المقلقل جاهز. الله تبارك الله، شوف بدون إضافة ماء. هذا المقلقل الصحيح. بالعافية علينا وعليكم، كل عام وانتم بخير. قلقل العيد، يا سلام، هذا حلاوة العيد. الله يهنينا وياكم.